السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على كيفاش تلقى جوب از ديفلوبر وبيان بروغرامور. دونك دائما في قناة محمد جايتي كنطرحوا فيديوهات تعليمية، مناقشات، معلومات خاصة بالبرمجة أو بالمعلوميات بصفة عامة أو ببعض الميادين المتعلقة بالمعلوميات كالرياضيات وغيرها. Alors, هاد لا فيديو دونك تو سامبلومون نهضروا على كيفاش تلقى جوب او بيان خدمه از ديفلوبر. لا بلوبار ديال الناس او بيان لا بلوبار ديال اون بو دير انتر غيومي المقاولين زونتربرونور يقول لك علاش كتعلم لي الدراري كيفاش يلقاو خدمه، علاش ما تقولش لهم كيفاش يصنعوا واحد لو او بيان يديروا واحد لو شومان فيغ لونتربرونيا. دونك تو سامبلومون كاين جوج ديال العوامل الاساسيه، خاصنا ليدي فكره، خاصنا بودجي. دونك انت كمبتدئ او بيان واحد خديتي الدبلوم ديالك، خديتي ماستر ليسونس و جو سي با كوا، و ابري قلتي صافي غندير المقاوله. مي مقاوله خاصها دي بريك ديالها، خاصها دي باز ديالها. دونك كيف قلت جوج ديال الحوايج اساسيين ومهمين، ليدي و فلوس راس المال بودجي. دونك انت ما عندك لا ايدي ما عندك لا راس المال، عندك جوست الكومبيتونس ديالك، عندك سكيلز ديالك. دونك تو سامبلومون خاصك تمشي فيغ سالاريا. علاش؟ باش الا كانت عندك يعني لا باسيون باش من بعد ديال لونتربرونيا غتحاول ما امكن تجمع شويه فلوس، تعلم، تصغر راسك، تطور المهارات ديالك، حيت اونيفو ديال انك مبتدئ راه ماشي مشكل انك تخدم اوطون كو سالاري، ولكن اهم حاجه خصك تعلم ليها هي انه الا ما تعلمتيش اوطون كو سالاري ما غتنجحش في المقاوله ديالك، هي اللي غادي تحفزك غتشوف المشاكل والمصاعب اللي كترى واللي كتوقع لا بلوبار ديال لي سالاري في لي زونتربريز. دونك تو سامبلومون هذاك الشيء اللي غادي يحفزك ويخليك انك دير مقاوله ديالك وتنجح في المسار المقاولات ديالك. دونك تو سامبلومون كيف قلت خصنا فكره ايدي بلس بودجي. في ديبي ما كنصحش ان ماشي ما كنصحش، ولكن الا كانوا عندك هاد جوج حوايج توكل على الله، ما عندكش الكومبيتونس ديالك هي اللي غادي تخليك انك من بعد تبني واحد الكارير، ولكن الكارير الا بغيتي تبنيه في سالاريا راه غتبني، بغيتي تبنيه في اونتربرونيا راه غتبني. دونك تو سامبلومون اونتربرونيا ما يمكنش لها تدخل لها من الاول وانت مازال ما عندكش في اون بو دير ما عندكش لي زوتي نيسيسير ديال هذا الدومين هذا، باسكو دومين كبير بزاف. الوغ قدر يقول لك شي واحد راه ديجيتال سهل لنا بزاف ديال الامور، وي ديجيتال سهل لنا بزاف ديال الامور، ولكن كيف قلت خاصنا ليدي بلس بودجي. سواء بغيتي دير ناخذ باغ اكزومبل غير ان سيت كوميرس اي كوميرس، ان سيت اي كوميرس دونك تو سامبلومون خاصنا ان بودجي دو ديبلويمون، بودجي ديبرجمون، لا كوستوميزاسيون دو سيت، لا مانتونونس aussi خصنا لي برودوي. انا كنصحش بدروب شيبين وكنصحش بهذاك اونتر غيومي، بور موا سي تخربيق، هذاك الشيء تخربيق. دونك خصنا بيدجي بور كريي هاد الويب سايت هذا وبيان هاد الاي كوميرس هذا. الا كنتي ديفلوبر راه غادي تدخل لووردبريس تبغي تكريي ان سيت اي كوميرس، خاصك لي زوتي نيسيسير وخاصك بيدجي ديال هاد لي زوتي. دونك الا بغيتي تكريي انت ا زيرو ou déployer je sais pas Linux ou la serveur Nginx ou ainsi de suite. Donc راه toujours fik خصك فلوس. Donc côté فلوس مهم بزاف comme budget pour débuter. L'idée fikra خصك différencier راسك في المارشي. Donc ماشي ما بين نهار وجوج غديفيرونسيير راسك، انت حطيتي لو بودجي، حطيتي ليدي، ماشي من غدا غادي تربح. Donc غيكون بزاف ديال لي ديبوندونس و غادي يكون بزاف ديال لو طون باش من بعد تربح. دونك نورمالمون فكره ديال لونتربرونيا بوغ ان ديبيتون
ما خدامش. دونك دابا نهضروا الكوتي سالاريا. دونك نتايا خديتي لو ديبلوم ديالك وبغيتي تكون عندك جوب ويكون عندك واحد المدخول, دونك تو سامبلومون المدخول يكون شهري فوالا. دونك تو سامبلومون كاين بزاف ديال ليزيتاب. اول حاجه اللي نقدروا نهضروا عليها هو دائما في لو مارشي سورتو لو مارشي ماروكان كنهضروا على ديبلوم. عندك ديبلوم غتخدم تيل وتيل وتيل. دونك بور دوطخ مارشي واش هاد القضيه كاينه او نو؟ دونك جوستمون باغ اكزومبل نقدروا نطرحوا هاد لا كيسيون, واش خاص يكون عندي ان ماستر بور ترافايي او طون كو ديفلوبور او بيان بروغرامور؟ ملي كنقول ديفلوبور كنقول بروغرامور, واخا لي دومين جوج سون يعني سيباري. بروغرامور هو كيلكان كي تو سامبلومون كي كونستروي لو سكريبت او بيان يعني كي برمج تو سامبلومون. سي با ايفيدون, سي با دوني ا تو لو موند. مي لو ديفلوبور هو كيلكان كي شيرش سور لا سوليسيون او كي يزيد يطور منها. دونك فوالا. دونك بور موا جو تروف كو سي با obligé de d'avoir un master ou bien un diplôme avec un nom spécifique. Donc tout simplement skills. Ana ila kent directeur d'entreprise, je vois skills, compétences dialk. Donc ana atak moula période d'essai باش تبين ليا الكومبيتونس ديالك. الا شفتك خدام مزيان و profite il y a belle ra nta عندك la compétence ou les compétences nécessaires, tout simplement ajit intégrer معايا في ليكيب و تقدر par la suite ولي leader ainsi de suite. Ana عندي des exemples خدمت معاهم كانوا بصريح العباره غير باك ادب. باك ادب الا سمعتي باك ادب دونك اوتوماتيكمون ما غاديش تقول في دماغك ان هذا السيد غادي يخدم en tant que développeur ou ingénieur logiciel ou architecte ou je sais pas. Donc هاد لي زيكزامبل هاد النماذج مشاو خدموا على راسهم, داروا الاوتو فورماسيون, تعلموا دي تكنولوجي, تعلموا دي لانجاج, تعلموا لالغوريتميك, لا بروغراماسيون, ديفلوباو دي ابليكاسيون, ديفلوباو دي سيت انسي دو سويت. وغادي هما كيتعلموا با 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 با. ابري جابهم الحظ بوستولو في دي زونتربريز لي ما كيعتمدوش على ديبلوم ازا نقدروا نقولوا ديبلوم ازا ريفيرنس. دونك ديبلوم سي با سي با اون ريفيرنس. دونك تو سامبلومون لا كومبيتونس هي الريفيرنس. دونك هاد لي زيكزامبل هادو دونك انتغراو هما ديجا ما عندهمش كورسوس ديال دي بروغرامور دي ديفلوبور او بيان دي انفورماتيسيان. دونك انت ما تصغرش راسك وما تحتقرش راسك. انت كتقرا في دي زيكول لي كي اوفر لي ديبلوم دو تكنولوجي. دونك تو سامبلومون هذاك الشيء اللي كتقراه راه ما راه بور لو موند لونتربريز او بيان الميدان ديال الشغل سو سون دي باز. ابري غادي تعلم. دونك السكيل ديالك فين غادي تبينها؟ دونك في لي بروجي لي سايد بروجيكت. دونك انت ملي كتمشي للدار ما تشدش البيسي وتطفيه, شد البيسي قلب على دي تكنولوجي دي تكنيك دي استوس, développer des applications, des designs, ainsi de suite, pour améliorer la sec. Mais tu le diplôme bien, allez postuler, à te faire mettre goal, à te faire qui va te prouver que tu as des compétences énormes ou un cas à te faire aider l'équipe. Donc voilà. Donc pour moi ou pour en général, je trouve que le diplôme c'est pas une référence, les un ref. Dédié pour travailler ou bien باش انك تلقى جوب. Donc tout simplement les entreprises les qui recrutent sans diplôme, هما les entreprises نقدروا نقولوا دي petites boîtes avec ou bien les start-up, normalement des start-up ou bien les entreprises اللي عندهم واحد l'idée innovative. Donc l'idée innovative. Donc tout simplement, donc les entreprises les qui peuvent recruter sans diplôme. Au Maroc, c'est la même chose. Donc, en général.
فوالا دونك افون افون يعني انا نهضروا على ديبلوم انسي دو سويت دونك تو سامبلومون لانفورماتيك بحر بزاف في بزاف ديال لي دومين ها داتا ساينس ها ديفلوبمنت ها البي اي انسي دو سويت دونك بليزيور دومين دونك انت قريتي واحد البروغرام واحد ليتابليسمون سوبيريور دونك تو سامبلومون ابري كتشوف راسك واش قادر تعطي واحد لو دومين سواء ريزو سواء بي اي سواء ديفلوبمنت انسي دو سويت دونك انت كتشوف راسك وكدير واحد لو شومان سواء ما تعتمدش على لو ديبلوم وعلى السميه ديال ديبلوم دونك باغ اكزومبل واحد عنده كيقرا في سيكل دانجينيور ريزو اي تيلي كومونيكاسيون دونك تو سامبلومون انت غتقرب بزاف ديال ريزو اي تيلي كومونيكاسيون ولكن غير الوقت اللي جابتك في هذاك لو سيكل دونك نتايا غديفيرونسي راسك براسك سيتادير انك غتعلم لي زوتي نيسيسير دو ديفلوبمون لي لونغاج لي تكنيك لي استوس ديفلوبي لي ابليكاسيون ولكن سايد بروجيكت ابري ملي غتبغي تقلب على جوب غتخلي داك لو تيتر ديال انجينيوري اللي عندك ولكن غتبروفي كوم كوا انك ديفلوبور وغادي تساعد ليكيب اللي غادي تخدم معاها دونك هادي اون ميثود اللي كنشوفها انايا دونك ابار سا كيف قلت انك ديفيرونسي راسك فواحد لو دومين وتمشي فيه جوسكو بو دونك تو سامبلومون ملي كنهضروا على الريكروتمون ملي كنهضروا على جوب كنهضروا على سي في دونك ان بون سي في ما فيش كثرة بلا بلا فيه لي زيكسبيريونس التجارب ديالك اي فيه لو ديرني ديبلوم كنسطر عليها لو ديرني ديبلوم ماشي تكتب في السي في باكالوريا دي تي دوغ وتوصل حتى الاخر وتكتب انجينيوري انسي سويت صافي ملي كيشوف لو ريكروتور بلي راه عندك انجينيوري اوتوماتيكمون راه عندك باك عندك ديبلوم عندك انسي سويت بارفوا تقدر تكون انت ديجا قريتي ان ديبلوم لي ان بو سبيسيال ولا سبيسيفيك دونك كتلقى فيه مثلا ديبلوم قريتيه مثلا في ان اوتر باي مثلا شي ديبلوم كتقرا فيه لانتيليجونس ارتيفيسيال ولا شي سيرتيفيكا لي بلو دوموندي كتاجوتيه دونك كوم كوا باش انك كتديفيرونسي راسك على لي زوتر دونك كيف قلت ليدوكاسيون او بيان لي ديبلوم ديالك ابري ليكسبيريونس pour un débutant, donc les stages sont nécessaires. À part de ça, qui n'a la partie de certification qui veut dire, des certificats, langage, Java, Oracle, ainsi de suite, et la partie projet. La partie projet, tout simplement, mettre le nom du projet, la description du projet, la boîte qui identifie le projet, si le directif درتي سايد بروجيكت غتكتب لي زوتي نيسيسير لي درتي لي ابليكيتيكم في البروجي اي تو ميتر اوسي يعني لو ديبلويمون دونك ضروري من ديبلويمون واخا ديبلوي غير في دي زيبرجمون يعني فري وما تخليش انك تكتب بروجي يعني هكذاك سون ليان باسكو لو ريكروتور كيبغي يشوف البروجي ديالك كيبغي يشوف كيفاش الخدمه ديالك دايره تو سامبلومون دونك الى عنده لو ليان راه غيدخل اكسيدي يعني رابيدمون وغادي يشوف كيفاش انت سواء كان عندك ديزاين سواء عندك ديفلوبمون ابليكاسيون سواء عندك دي زاناليز دو بي اي داتا ساينس انسي دو سويت دونك تو سامبلومون ليبرجمون مهم جدا دونك لو سي في كيكون بيان ستركتوري ما كيكونش داك السي في ديال 4 دريال اللي كتلقى عند مول الزريعه دونك سي في بيان ستركتوري لو نون يعني الا كتبتيه اون فرونسي غتبقى محافظ على لا ستركتور اون فرونسي اون انغلي يعني غادي يكون بيان ستركتوري يعني بيان خصو يكون كومبليت تو سامبلومون باش انت تاتيري لاتونسيون ديال الريكروتور ديالك دونك كاين بليزيور سيت كي اوفر لا بوسيبيليتي دو كريي دي سي في Donc à part ça donc il y a une chose c'est un portfolio. Le portfolio c'est-à-dire واحد الويبسايت كتحط فيه لي بروجي ديالك لا ديسكريبسيون لي تكنولوجي اللي استعملتي لي ليان لي ايبرجيتي فيه هذوك لي سيت ديالك وبين لي بروجي ديالك
Et voilà, tout simplement. Donc, c'est utile, tout simplement. Soit tu as mis GitHub as a portfolio. Voilà. Donc, je vois que les choses les GitHub, ou moins, les choses, les, ou bien les bases, les choses, et واحد يكون باغي يمشي يقلب على job, يكون عنده. Donc, voilà, comme Kif GitHub. C'est que des projets perso ou bien des side projects ou bien des projets les خدمتي معهم des entreprises ou portfolio الا ما قدرتيش تقادو soit قادر GitHub ديالك وخلي كلشي public باش les entreprises ou bien donc le recruteur les غادي يشوفوك et accéder directement le portfolio ديالك. Voilà. Donc كاينين des conseils pour les développeurs débutants. Donc عندي maintenant des conseils tout simplement qui s'appliquent surtout aux juniors. Donc, khassna respecter les conseils. Elle a la première chose, mais en avant ton expérience, c'est-à-dire elle a tu as les stages dialek, les projets dialek, voilà, donc les projets perso, les projets externes. Et même pas, je veux dire, les articles, il a dressé des articles, surtout des vieilles technologies, ainsi de suite. Aussi, toujours, tu relances les recruteurs après un entretien. Donc, toujours, qu'on a un feedback avec les recruteurs. Et tu bosses sur les tests, toujours les tests. Technique, tout simplement. Voilà. Donc, tu regardes aussi la vieille technologique, tu corriges les points faibles, parce que je ne bari menek aslan le recruteur. Tu connais un problème solver. Donc, que tu résolves les problèmes. Donc, hadi, il y a la chose la plus principale qui qalb aliha le recruteur. Avant, même pas le diplôme dialogue ou même pas les compétences. Donc, ce qu'on a, la motivation énorme, ce qu'on extrême. Donc, pour tout simplement, une équipe ce qu'on déjà solide, ou Jim Tayat, ou Flacher, tout simplement, adaptation à l'équipe. Alors, même pas un cas de 12, une année d'expérience, la boîte, après, tu vas faire rien. Et tout simplement, rien que tu trouves ma femme là. Donc, ou le haja, c'est que tu connais un des cas solide, ou tu connais un des compétences solides, ou tu connais que tout simplement, voilà, donc, tu connais avec les idées, tu connais créatif, tu connais que déjà que tu adaptes à l'équipe ou une chose que je trouve beaucoup les débutants, انهم qui se voulent. La question مهمه. Il a même se voulutish, ma galish t'allem, ma gat avancer. Donc toujours face la question parce que mais la question كنعرفوا كيفاش ou bien qui عرفنا الواحد كيفاش كن réagir tout simplement ou il a réagi bien donc il connaît na واحد donc الناس كتعرفنا بواحد tout simplement واحد comportement bien aussi كنتعلموا من هذيك la question اللي سولنا ou la réponse اللي عطانا واحد donc je peux avoir plusieurs réponses sur une seule question. Donc, had les plusieurs réponses, je vais voir comment améliorer la situation, d'après les réponses. Donc, ce n'est pas difficile de trouver un job comme développeur. Je pense que c'est facile. Tout simplement, il faut avoir les bases de Karma. On a dit que اننا غنمشيو نخدمو عند شي واحد بحال اسكلاف دونك سي با سي با سي با سي با سي با لو مومون دو دير سا باسكو في لو ديبي توجور خصنا نتعلمو خصنا نصغرو راسنا خصنا افونسيو في الكارير
حاجه اخرى سي با لا كيسيون دو نيغوسيي يعني الفلوس وخصني نربح قد وقت او ديبي خاصنا نتعذبوا شويه خاصنا نتعلموا خاصنا نافونسيو في الكارير ابري كيجي داكشي من بعد منين انت كتولي عندك واحد كيولي عندك واحد لا بيرسوناليتي كتكون يعني سوليد وكيكون عندك كيكون عندك لي كومبيتونس اللي كيكونوا تو سامبلومون انورم وهذوك لي كومبيتونس كيكونوا ميم سي سوليد يعني روبوست دونك ابري جو بو يعني ندير راسي في لو مارشي وندير انتربريز ديالي ونافونسي سينو راه غادي نهرس راسي وغنهرس حتى لو مارشي الا كانت انتربريز عيانه في لو مارشي راه حتى لو سيكتور حتى هو كيتضرر من هذا الشيء دونك فوالا نتمنى ان هاد لا فيديو تكون مفيده ومهمه بالنسبه لي ديبيوتون بالنسبه ميم با الناس لي خدامين دابا في لي انتربريز انهم يستافدوا ومن بعد ديك الساعه منين نتعلموا ونافونسيو في الكارير ديالنا وتكون عندنا اكسبيريونس اي فوالا نديرو ديك الساعه لونتربرونيا حيت لا جينا نديرو كلشي جا كلشي يدير لونتربرونيا شكون يخدم عند الاخر اي لا 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 شوز اللي خص اللي يعرفها كلشي انه ما يمكنش كلشي يدير لونتربرونيا هادي سي امبوسيبل باسكو كلشي كيختلف على الاخر دونك ضروري كاين الاختلاف وإلا درنا لونتربرونيا كاملين غنخسرو كاملين فوالا نتمنى تكون الفكره وصلت نتمنى تكونوا استفدتوا معنا نتلاقاو ان شاء الله باذن الله فيديو قادم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.